بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موعد نقل نبات العنب بأنواعه، يعني أي عندك أي صنف من أنواع العنب إزاي تعمله عملية نقل من مكان إلى مكان، إيه هي الطريقة الصحيحة في عملية النقل وطرق الاهتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة، معاكم أخوكم مصعب جمعة. إن شاء الله معانا فيديو النهاردة هنتكلم عن كيفية وموعد نقل نبات العنب بكافة أنواعه، إزاي يكون عندك أي نوع من أنواع العنب وإزاي تعمله عملية نقل من مكان إلى مكان، أو عايز تحطه في قصيص مفيش مشكلة. دي تكعيبة عنب كانت عندنا أهي، عملنا عملية تقليم للنبات في بداية شهر واحد، وبعد كده بنستنى خروج البراعم الجديدة. لما نلاقي النبات طلع براعم جديدة كده بسيطة كده بمقدار 3-4 سنتي بتتم عملية النقل. ما ينفعش اقلع النبات الا لما يحضر، دي اسمها عملية تحضير النمو الخضري. لما تحضر كده بعمل لها عملية نقل. عملية النقل ازاي بقى؟ هذا النبات بتاعنا هو موجود في الارض، مزروع في الارض. احنا بنعمل ايه؟ بنخلي حوالين الجذور وبنطلع النبات بدون طرفة زراعية، بس بحيث ان انا بحافظ على الجذور، ان انا بحافظ على جذور النبات. انا بطلعها بدون تربه زي ما واضح معانا كده، وبعد كده بجهز لها المكان اللي احنا هنزرع فيها، وهنوريكم شكل عمليه التجهيز. التسميد بقى، في ناس سالتني ازاي نسمد نبات العنب. عمليه التسميد في بدايه شهر واحد بتتم فحط جوره، بتفحط جوره بمقدار 40 سنتي عرض، في طول 50 سنتي، في عمق 35 سنتي او نص متر. الجرة دي عبارة عن ايه بقى؟ بتحط فيها ايه؟ تبقى عملية الفحط بتبقى جنب الجدر، مش جنب الجدر، بشبر كده، وبتفحط. بتحط فيها على عندك كومبوست اللي هو الصناعي مفيش مشكلة، او عندك سماد عضوي اللي هو بواقي الحيوانات او الطيور او الحمام مفيش مشكلة، بتملى الجرة بالسماد العضوي، وبعد كده بتردم تاني. ده التسميد الشتوي مرة واحدة في السنة بتملاها سماد عضوي. ولو عندك سلفات نشادر وعايز تحطها بعد التسميد بشهر مفيش مشكلة. مع العملية ديت بتحط ايه بقى؟ بتحط سوبر ماشي، وبتحط كبريت. دي تسميد سنوي لنبات العنب علشان يدي معاك نموات خضري جديدة وبراعم جديدة وثمار بزيادة. لازم تعمل عملية التسميد دي كل سنة، كل سنة تعمل العملية دي وتكررها كل سنة بمقدار الجرة اللي انا بتكلم عليها او الحفرة اللي انا بقول عليها ديت. وان شاء الله هنعمل فيديو تفصيل عن ذلك، انما النهاردة بنتكلم عن عملية ازاي يكون عندك نبات عنب بالشكل الواضح معنا كده. ادي السمك اهوت، دي التكعيبة، دي تكعيبة عنب كانت موجودة واحنا هننقلها في مكان تاني، وهنوريكم. بنجهز الاول التكعيبة وبعد كده بتتم عملية النقل. حفرة زي كده اهوت، المكان العود اللي احنا هنحطه اهوت، والتكعيبة اللي احنا بنتكلم عليها اهوت. بنجهز التكعيبة بتاع العنب اهي، دي التكعيبة اهيت، وادي العود معانا، العود اهوت اهو هذا. وبعد كده بنردم على العود اهوت، وبعد كده بنروي النبات بتاعنا بالمية. طرق الري بقى، كل 3 ايام بديها مية بسيطة، يعني كل 3 ايام كده بديها مية بسيطة. كتر المية لو انا اديت مية كتير هتعمل له عفونة في الجذور والنبات هينشف معايا، انما كل 3 ايام بديها مية بسيطة بحيث ان الجذور بتاعتنا هتشتغل. ادي شكل العنب اهيت، فرشناها على التكعيب اهوت، وبعد كده بنروي النبات بتاعنا بالمية. اتمنى ان يكون الشرح نال اعجابكم، واللي فيه استفسار ابعتوا لي في التعليقات. انتظرونا في فيديو قادم من قناه تعليم تكاثر نباتات الزينه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.